السيدة فيكتوريا. سيدة فيكتوريا، ايوه إيه الو، بكرة هتقدري تشاركي ولا ايه الظروف؟ انا تحت امرك، تحت امرك يا فندم. ربنا يخليكي. إيه، احنا كلنا تحت امر مصر. بكرة هتنزلي الانتخابات ولا بعده ولا بعده؟ بكرة بإذن الله، يعني أنا على أحر من الجمر للمشاركة. إحنا بنحب رئيسنا جدا جدا، وبنتمنى له كل توفيق وكل خطوة سلامة. طيب، عايزاكي تقولي لي، هل يعني بتتوقعي ان المشهد يعني في طنطا هيبقى فيه حضور كويس، الشباب هيبقوا موجودين؟ انا عارفه ان كنيسه ماري جرجس يعني احنا نقلنا كمان الافتتاح بتاعها بعد يعني الحادث الاليم اللي تعرضت ليه وكل الترميم اللي حصل للكنيسه وكده. ايوه بتستشعري ان فندم، هيكون فيه حضور كويس غدا؟ ان شاء الله. انا يعني انا الكبار قبل الصغيرين، الكل بيحمل قلب واحد، هو حب الريس. احنا بنحبه لانه انسان، ولانه بيقدم للبلد اللي ما قدموش غيره. طب خليني اقول لك، بس احنا في صمت انتخابي فمش عايزه اتكلم عن شخص حد محدد من المرشحين. انا بس عايزه ايوه اسالك، انت حاسه ان مصر في خطر وان المساله مش صندوق وانتخابات؟ طبعا طبعا، وفي متربصين من الخارج كتير. انا الحقيقه اول ما المشاركه الانتخابيه في الخارج تمت، انا اتصلت باخواتي وسالتهم نزلت ولا ما نزلتوش، قالوا لي لا نزلنا كلنا، يعني اللي من النمسا واللي من كندا كلهم قطعوا مسافات طويله عشان يروحوا يشاركوا، ومتصورين مع السفير وهم بينتخبوا. يعني نشكر الله، سواء هنا أو هناك ناس وطنيين، يعني احنا بنحب بلدنا جدا. طيب، أنا مبسوطة جدا، ويعني أكيد هنعرف بكرة مشهد طنطا كويس. بشكرك شكرا جزيلا بإذن الله، أستاذة فيكتوريا ابنة الشهيد ميشيل لبيب، واحد من شهداء كنيسة ماري جرجس في طنطا.